أما الأحدث والأكثر دقة من كل ما تقدم فهو ما يسمى بالإنكلايند مانوميتر، المانوميتر المائل. نذكر أيضا كل المانومترات وظيفتها تقيس فرق الجهد ما بين حيزين، يعني ذني النهايتين الآن، هاي الأولى وهاي الثانية، هي في العادة اللي نربطها بالحيزين، المراد قياس فرق الضغط بينهما. هذا الجهاز هنا يا شباب ليش هو الأداق؟ لأنه استثمر قضيتين. القضية الأولى اللي شفناها مع الأدفانس الأول أنه فرق مساحة المقطع بين الذراعين. الآن عندي أيضا مساحة مقطع كبيرة بالذراع الأيسر ومساحة مقطع صغيرة بالذراع الأيمن، وهاي القضية شفناها بالأدفانس مانوميتر السابق، فادتنا بأنه أي هبوط بسيط من الجهة اليسرى يترجم إلى ارتفاع كبير بالجهة اليمنى. قضية الميلان أنطتني أدفانتج ثاني، فائدة ثانية، ألا وهي أن الوتر في العادة في كل مثلث قائم هو الأطول. يعني شنو؟ يعني هذا الهبوط البسيط اللي صار بالجهة اليسرى راح يترجم إلى شنو؟ مسافة كبيرة واضحة ممكنة القراءة. فبالتالي هنا راح يصير أي هبوط حتى وإن كان أقل من الهبوط السابق، وبالتالي هذا شنو جاي منين؟ من أي فرق ضغط بين الحيزين حتى وإن كان قليل جدا، يترجم إلى شنو؟ إلى مسافة واضحة ممكنة القراءة. لأنه مثل ما ذكرنا بالحياة العملية المهندس شنو؟ عليه أنه يقيس الفرق بالارتفاعات بين الذراعين. طبعا هنا لازم نشدد أنه التدريج هنا وين راح يصير؟ راح يصير على هذا الذراع اللي هو ذراع مائل، لكن احنا في حسابات الضغط نحتاج المسافات العمودية يا شباب. يعني بالنسبة لنا احنا بعد ان تستقر المناسيب بالذراعين حتى يقيس فرق الضغط ما بين الحيز الاول والحيز الثاني، يحتاج لي شنو؟ يحتاج لي اطلع المسافة العمودية، يعني من هاي النقطة الى هاي النقطة تحديدا، هاي المسافة العمودية. وهاي المسافة العمودية انا ما راح اقيسها بالحقيقة، انا راح اقيس شنو؟ المسافة المائلة. فبالتالي يحتاج لي حتى اطلع المسافة العمودية يحتاج لي الزاوية اللي يميل بها هذا الذراع، فاستخدم قانون جيب الزاوية. الجيب الزاوية هو المقابل على الوتر، الوتر هو اللي راح تقيسه بالمسطرة العادية، ومن خلال الزاوية التي في العادة تعطى مع الجهاز، هاي زاوية ميلان الذراع. فبالتالي المسافة العمودية ممكن حسابها من خلال قياس المسافة المائلة مضروبة بجيب الزاوية التي تعطى مع الجهاز. فهذا الجهاز يعد هو الأكثر دقة، وهو الجهاز اللي يستخدم لقياس فرق الضغط القليل جدا ما بين أي حيزين. تعقيبا على كل ما سبق، وقبل لا نبدي بمناقشة بعض الأسئلة عن موضوع قياس الضغط، أحب أنوه وأذكر أنه كل المسائل اللي تجينا عن المانوميترز هي تحل بمعادلة واحدة، ألا وهي معادلة المانوميتر. معادلة المانوميتر هي استثمار حقيقي لأول معادلة وضعت في هذا الفصل، وسميناها معادلة تطبيقية خاصة بالسوائل، وهي P2 equal P1 زادا جاما في H. يعني كل مسائل المانوميتر تحل بهذه المعادلة حقيقة. شلون؟ من خلال الانتقال من أحد الحيزين إلى الآخر بإضافة أو طرح جاما في H. وننتبه عند النزول يضاف جاما في H، وعند الصعود يطرح الجاما في H. طبعا ننتبه هذا النزول وهذا الصعود بأي مائع ده يصير، لأنه عادة الطريق راح يمثل مواع مختلفة، فعليك أن تنتبه بالحل ما هو المائع الذي موجود بهاي وما مقدار مسافته، ما هي الكثافة الوزنية لذلك المائع، وما هي المسافة، وهل الحركة صعود أو نزول. عموما عند الانتقال من نقطة لأخرى تنشأ أو تخلق معادلة المانوميتر. هاي المعادلة طبعا بها أكثر من متغير، وبالتالي إمكانية أن نخلق أو ننشئ أكثر من مسألة. يعني ممكن نخفي قيمة الكثافة الوزنية لأحد الموائع، ممكن
ممكن نخفي أحد المسافات، ممكن نطلب الفرق ما بين الحيزين. كل هذه مسائل واردة أنه تجينا بهذا الموضوع. يعني هنا عندنا مثال بسيط على أحد المسائل اللي ممكن تجي. For the configuration shown, calculate the weight of the piston if the gauge pressure reading is 70 كيلو باسكال. يقول للشكل المبين هنا احسب لنا وزن المكبس هذا إذا علمت أن قراءة المقياس هي 70 كيلو باسكال. خلي شوية ننتبه على الشكل. عندنا هنا شنو؟ عندنا هنا مكبس مطلوب وزنه. هذا المكبس يضغط على مجموعة مواع، وهاي المواع مرتبطة هنا بالأعلى بمقياس. هذا المقياس ده يقرأ قيمة ضغط منطناها بالسؤال 70 كيلو باسكال. يقول ايش قد وزن المكبس هذا؟ ما معناه اللي يولد لنا ضغط مقداره 70 كيلو باسكال. يعني طبعا هسه احنا هذا مثل ما جرت العادة، اي سؤال نريد نحله لازم اول مرة نحدد على يا موضوع ونضع معادلات ذاك الموضوع حتى نحل السؤال. هذا سؤال واضح هو على المانوميتر، والمانوميتر ما عندنا غير معادلة المانوميتر. يسأل سائل انا شنو علاقة الوزن بالموضوع هنا أنا. قطعا يا شباب، احنا كل اسئلة درس ميكانيك المواع في العادة لها شقين، شق المواع وشق الميكانيكا، فدائما اكو ترابط وكبير ما بين الدرسين ذني. وكل الاسئلة في العادة شق بيها هو معادلات المواع والشق الاخر ميكانيك. الان اذا اردنا اخراج او ايجاد وزن هذا المكبس، نعمل فري بودي دايجرام للمكبس. المكبس وزنه للاسفل هو المجهول. الان شنو اللي يعني حامل المكبس ومخليه مستقر بهذا الوضع؟ ضغط المائع اللي اسفله. يعني هذا الضغط طبعا انا لازم احوله الى قوه حتى اسوي سيجما اف واي ايكوال تو زيرو. عندي وزن المكبس الاسفل هو المجهول، تقابله القوه اللي جايه منين؟ من ضغط المائع اسفل قاعده المكبس. اذا علي اولا انه اجد الضغط عند هذا المستوى، بعدين الضغط هو عباره عن قوه على مساحه، يعني الضغط بعد ان اجده اضربه في مساحه مقطع المكبس اللي منطيني قطره، حولته الى قوه، اسوي سيجما اف واي حتى اطلع وزن المكبس. ماشي، كيف نجد الضغط الان عند هذه النقطه اللي هي اسفل المكبس؟ هذا صار شغل موائع. ابدي من نقطه وانتقل الى نقطه اخرى مثل ما اتفقنا في حل كل اسئله المانوميتر. ممكن اني ابدي من هاي النقطه واوصل للنقطه الثانيه او العكس. على فرض راح ابدي من النقطه اللي هي هذه، هذا حيز الان ده يقرا لي ضغط مقداره 70 كيلو باسكال. اذا راح ابدي منها اقول 70 الف، اني واقف هنا اريد اوصل لوين؟ لهنا. طريقي راح يكون اول النزول، اذا عندي 70 الف باسكال نزول، اذا زائد اول مسافه مشيتها هي الواحد، هذا 1 متر، 70 الف زائد واحد في شنو؟ في الكثافة الوزنية في الجاما مال هذا المائع. هذا المائع نعطينا شنو يا شباب؟ السبيسيفيك جرافيتي مالته، الكثافة الوزنية مالته ايش قد؟ 0.86. اذا 70 الف زائدا واحد في 9810 اللي هي الكثافة الوزنية للماء في الكثافة النسبية مال المائع. واحد يعني 70 الف زائدا واحد في 0.86 في 9810، وصلت لوين؟ لهنا. يحتاج اضيف هاي المسافة؟ لا ما يحتاج. ليش؟ لانه راح اطرحها هنا بالصعود، وراح انتقل من هاي النقطة مباشرة الى هاي النقطة. يعني اعيد مرة ثانية، 70 الف زائد واحد في 9810 في 0.86 يساوي بي بيستن، اللي هو الضغط اسفل البستن هو الضغط المطلوب. نجد الضغط هذا ونضربه في مساحة مقطع البستن قطره موجود، راح تطلع لنا شنو؟ بي بست، عفوا اف بستن، يعني القوه اللي رافعه البستن، سيجما اوف واي ايكوال تو زيرو، طلع وزن البستن يساوي في لحظه الاتزان القوه اللي ناتجه من الضغط. اكو طريق ثاني للحل؟ اي نعم، ابدي من هاي النقطه اقول بي بستن، اني واقف هنا بي بستن اريد اوصل لهاي النقطه. اول طريق راح امشي هو شنو؟ طبعا نزول بما اللي هو كثافته الوزنيه معلومه، فاول طريق منها راح يصير نزول، وكون هاي المسافة بنفس المائع راح أصعدها هنا، فما يحتاج يعني ما يحتاج أضيفها هنا لأنه راح أطرحها هنا، فأنتقل من هاي النقطة اللي هي بيبستن لهنا مباشرة، لأنه الضغط هنا نشقد
يساوي الضغط هنا. ليش يابا؟ لأنه هذا مائع ساكن وماكو تغير للضغط بالاكس اكسس. بي بستن صعود إذا ناقص، هنا أنا واقف، بي بستن ناقص جاما اللي هي 9810 في 0.86، بي بستن ناقص 9810 في 0.86 في واحد اللي هي هاي المسافة وصلت لهنا يساوي 70,000. النتيجة أيضا لازم تطلع نفسها، يعني بدينا من هذا الطريق أو من هذا الطريق لازم تطلع النتيجة نفسها. المجهول في معادلة المانوميتر هو ضغط البستن اللي من خلاله أطلع القوة، واللي بعدها أسوي سيجما أف واي حتى أطلع المجهول. طبعا عندنا يعني خالين في محاضرتنا هذه مجموعة أسئلة، هذه كتمارين نختبر نفسنا بها. نكتفي لهنا بهاي محاضرتنا اللي هي خاصة بقياس الضغط.